ينضم الينا الان من رام الله دكتور احمد مجدلاني وزير التنميه الاجتماعيه الفلسطيني. سيد الوزير اهلا وسهلا بك. اذا كان قطاع غزه بحاجه الى مسائل ومتطلبات كثيره اغلبها قد يكون فقط للحياه لتحقق الحياه بالنسبه لمن لا يزالون على قيد الحياه، فكيف يمكن صياغه هذه الاولويات في هذه المرحله؟ احنا لدينا ثلاثه اولويات الان يعني تم تحديدها باجتماع القياده الفلسطينيه قبل عده ايام، واليوم في الحكومه الفلسطينيه ايضا يعني كان في لدينا اجتماع خصص الجانب الاهم منه لبحث الاوضاع في قطاع غزه وتعزيز صمود ابناء شعبنا هناك. الأولويات الثلاثة تتركز بوقف العدوان، لأن وقف العدوان من شأنه أن يوقف آلة القتل والدمار لشعبنا وللمقدرات الاقتصادية وللبنية التحتية التي دمرت بشكل شبه كامل في قطاع غزة. الأمر الآخر أيضا رفع الحصار وفتح مسارات آمنة لإدخال المواد الغذائية والطبية لأبناء شعبنا هناك للتخفيف من آثار الحصار الجائر الذي أدى إلى وفاة العديد من المرضى والأطفال والنساء والمسنين جراء نقص التغذية ونقص أيضا الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأيضا وقف سياسة التهجير والترانسفير القسري الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، سواء كان بدفعهم إلى الحدود المصرية اللي إلى سيناء أو من خلال دفعهم إلى جنوب ما سمي وادي غزة اللي تقريبا وصل عدد النازحين والمغادرين لبيوتهم حوالي 1,400,000 مواطن تقريبا، فقد الغالبية العظمى منهم منازلهم وفقد الغالبية العظمى منهم أيضا القدرة على توفير المتطلبات الأساسية للحياة. لدينا حوالي 570,000 تقريبا لاجئ ونازح في المدارس ما بين مدارس الأونروا ومدارس الحكومية، وحوالي 100,000 ما بين الكنائس والمؤسسات العامة، وأكثر من أيضا يعني حوالي 600,000 أو أكثر موزعين ما بين الأقارب والمعارف، أو في منهم الحقيقة يقيمون على البحر أو في المناطق المفتوحة بدون العراء. طيب دكتور مجدلاني، يعني إذا كانت هذه الأولويات كما يمكن أن تصاغ وكما تبدو تمثل الحدود الدنيا من المنطق فقط، ونحن نتحدث أيضا نشير إلى هذا القصف الذي لم يغب على مدار الساعة وليس غريبا، وربما المشهد بدأ مألوفا في نظر الكثيرين أن يعيش سكان قطاع غزة على وقع هذا القصف القاتل والمميت. إذا كانت هذه هي الأولويات، فهل هناك تصور لآلية ما إقليمية أو أبعد من الآليات الإقليمية التي يمكن أن تحقق شيئا من الحدود الدنيا في أولوياتكم هذه؟ يعني بدون شك نحن نجري الاتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار أولا، ومن أجل إفساح المجال أمام إدخال المساعدات الغذائية والطبية. لكن واضح تماما أن القرار الإسرائيلي مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، واليوم يعني شفنا بيان سداسي يعني يؤكد على دعم العدوان ويؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكأن إسرائيل تعرضت أو تتعرض لهجوم يهدد وجودها، في حين أن يعني أن الشعب الفلسطيني هو الذي تحت الاحتلال، والشعب الفلسطيني أيضا من حقه الدفاع عن نفسه ومن حقه مواجهة الاحتلال بكل الوسائل والسبل المتاحة من أجل إنهائه. إحنا بنعتقد أنه ازدواجية المعايير اللي عم تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية سواء من خلال تبنيها الكامل
للموقف الإسرائيلي أو من خلال الدعم اللامحدود الذي توفره في مجلس الأمن وتعطيلها مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار وإفساح المجال للحل السياسي. احنا بنعتقد انه هذه المعايير المزدوجة بالمقارنة ما بين ما يجري في أوكرانيا وما يجري في فلسطين هو يعني وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية ومن وقع معها هذا اليوم البيان المخزي الذي يعني يدين شعبنا. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس تصفية لحماس كما تدعي، بينما هو تصفية للشعب الفلسطيني ومقدراته المادية.